النهاردة المكون الرئيسي معانا هو السدر، ورق السدر زي ما انتوا شايفين كده. ورق السدر طبعا مذكور في القرآن وفي الأحاديث، لو وضع السدر في كف اليد في الكف هنا لأنبت الشعر. متخيلين قد ايه هو عنده قدرة على الإنبات؟ متخيلين قد ايه عنده قدرة على الإنبات؟ بتشتروا طبعا، انا بفضل ان انتوا تشتروا ورق السدر سليم بالشكل ده من عند العطار، بصوا، او تشتروه مطحون بالشكل ده. بس طبعا لو هتشتروه مطحون بالشكل ده، الافضل ان انتوا تشتروه من عند عطار مضمون. بنستخدمه في ايه؟ مش في التطويل. ورق السدر مش بيساعد في التطويل، لكن بيساعد في تكثيف الشعر وفي ملء الفراغات. يعني لو شعرك خفيف وعندك اماكن كتير في شعرك ما فيهاش شعر، تأكدي انك مع استخدامك لماسك السدر اللي احنا هنعمله النهاردة، شعرك هيطول، شعرك هيتكثف والفراغ وهيوقف التساقط تماما، وهتكملي الفراغات بالشعر. هنستخدم النهاردة السدر المطحون. قلت لكم زي ما قلت لكم كده، تقدروا تشتروه ورق وتطحنوه في البيت، او ان انتوا تشتروه مطحون جاهز كده زي ما انتوا شايفين، بس يكون من عند عطار مضمون. تعالوا نبتدي على طول. فانا هحتاج طبق زي ده كده، هضيف فيه 4 معالق من السدر المطحون، 4 معالق كبار. خلاص يا بنات، اهو انا ضفت 4 معالق كبار من السدر المطحون بالشكل ده. احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ماسك للشعر، هنعمل ماسك بالسدر للشعر. الماسك دوت ماسك لتكثيف الشعر وايقاف التساقط وملء الفراغات. الماسك دوت اقدر اعجنه بايه؟ اقدر اكون الماسك ده بايه؟ في ناس على فكره بتعجن الماسك بميه عاديه، يعني ممكن تعجنيه بميه عاديه، تجيبي كوبايه ميه كده وتفضلي تحطي على السدر لحد ما يعمل القوام اللي انت عايزاه. وعلى فكره في الخليج بيعملوا القوام خفيف جدا، ما بيستخدموش زي ما احنا بنستخدمه في مصر، بنعمل الحنه تقيله شويه او السدر تقيل شويه. لا، هما في الخليج بيعملوه قوامه اخف مننا بكتير. فانت على حسب القوام اللي انت عايزه تحطيه على شعرك بتعجني السدر. طيب انا عايزه اديله فوائد اكتر، عايزه ادي للسدر فوائد اكتر، فانا ممكن اعمل مغلي اعشاب بالشكل ده. شايفين مغلي الاعشاب اللي انا عاملاه؟ ايه هي وفاء مكونات المغلي اللي انت عاملاه ده؟ بصوا كده معايا، ورق لورا، حلبه، روزماري. اكتبوا في ورقه علشان الحاجات دي مهمه جدا جدا جدا. ورق لورا، حلبه، روزماري، حبه البركه، حاطه كمان معلقه رز، وحاطه 200 مللي من الميه على النار. جبت كاسرول وحطيت فيه معلقه من الحلبه، معلقه من حبه البركه، معلقه من الروزماري، معلقه من الرز، حوالي 3 4 ورقات من ورق اللورا، خلاص. وحطيته على النار، حطيت عليه 200 مللي من الميه وحطيته على النار يغلي لمده 10 دقائق، وبعد كده هصفيه. يعني بعد كده سبته يبرد. طبعا الحاجات دي كلها وهي بتغلي بتكوني مغطياها علشان فيها زيوت عطريه، وبعد كده هصفيه. انا دلوقتي هجيب المصفى، وزي ما قلت لكم تقدروا تستخدموا السدر تعجنوا، تقدروا تعجنوا السدر بميه عاديه، وتقدروا تعجنوه بمغلي الاعشاب دي. وطبعا طبعا انا بفضل ان انتوا تعجنوا السدر بمغلي الاعشاب، هتدوا فوائد اكتر لشعركم. انا دلوقتي هعجنه بمغلي الاعشاب اللي انا عملتها. بتفضلي تحطي، ملوش طبعا مقدار، المحلول اللي بتضيفيه ملوش مقدار غير ان انت تاخدي القوام اللي انت عايزاه. يعني انا ضفت المحلول اهو على السدر وهفضل اقلب بالشكل ده، لقيتي بقى قوامه ناعم زياده عن اللزوم هتضيفي سدر مطحون، لقيتيه قوامه تقيل هتضيفي كمان محلول. المروحه دخلته في عيني، بقوم اوقفها بقى، مش مشكله. بصوا اهو خلاص، وناعم جدا جدا. تأكدي ان السدر يكون ناعم جدا، يعني لو هتطحنيه في البيت اطحنيه اكتر من مرة. تمام يا بنات، بصوا شايفين؟ طبعا لسه محتاج محلول لانه تقيل كده، مش هينفع اطبقه على شعري. هصفي كمان شوية من المحلول عليه. انا ضفت كمان محلول من المحلول اللي هو مغلي المكونات اللي قلت لكم عليها، معلقة من الرز. المكونات عبارة عن ايه اللي انا عملت منها؟ محلول التونر اللي انا ممكن على فكرة استخدم المحلول ده. المحلول ده انا ممكن اصفيه واحطه في ازازه سبراي واستخدمه لشعري، يعني باقي المحلول دوت انا مش هرميه، انا هصفيه واحطه في ازازه سبراي واستخدمه لشعري. اقدر ارش منه في اي وقت، لان انا مش حاطه عليه لا بصل ولا ثوم ولا اي حاجه، مش هيعمل ريحه وحشه في شعري. وكمان انا حاطه عليه قرنفل، فالقرنفل هيغطي على ريحه الحلبه، فمش ممكن حتى اسيبه في شعري، يعني مش لازم اغسله. تمام، بصوا شكله عامل ازاي، بصوا لونه روعه ممتاز، ده قوي جدا في تطويل الشعر وانبات الشعر.
انا حطيت شويه كمان من المحلول على الصدر. ده صدر بس يا جماعه، مش حنه يعني، ده ماسك صدر بس. تمام، بصوا الروعه، بصوا الجمال، بصوا القوام يا بنات. بصوا انا لسه ما قلبتش فيه كمان، وروعه. انا ليه هسيبه شويه كده؟ لاني لسه هضيف له اضافه ممتازه جدا. الاضافه ديت كمان هتغذي الشعر زياده. ماسك الصدر بتساب يتخمر زي الحنه؟ لا، ماسك الصدر ما بيتسابش، ما بيتخمرش زي الحنه. الحنه بس هي اللي بنسيبها، في بنات بيسيبوها لدرجه 4 ساعات يخمروها، انما الصدر لا. ينفع عجينه بزبادي، ينفع عجينه بلبن رايب، ينفع عجينه بلبن بس لبن سائل، ينفع عجينه بميه بس، ينفع عجينه بالمحلول او مغلي المكونات اللي انا عملتها دلوقتي. تمام، يعني سهل قوي قوي، ما تكلفيش على نفسك ابدا، وما تقوليش انا ما عنديش الصدر. عارفين انا جايبه الكميه، جايبه كيس كبير جدا جدا، الصدر رخيص، انا جايبه كيس ورق صدر قد كده ب50 جنيه، والله قد كده اهوت، يعني لانه بينفش كده. تمام، كبير زي ورق اللورة كده، سعره رخيص اهو. شايفين يا بنات القوام بتاع ماسك الصدر؟ شايفين روعه ازاي؟ في بنات بيحبوه يكون قوامه ناعم قوي، وفي بنات بيحبوا قوامه يكون تقيل، فانت براحتك. طيب ايه هي الاضافه اللي انا هضيفها دلوقتي عليه؟ هضيف بيضه كامله، هضيف بيضه كامله. طبعا يا بنات في ناس على فكره ما بيحبوش يضيفوا البيضه كامله، يعني لو انت شعرك جاف هتضيفي صفار البيضه بس، ولو انت شعرك دهني هتضيفي البياض. تمام، انا شخصيا بحب اضيف الاثنين مع بعض، يعني بحب اضيف البيضه كامله على اي ماسك بعمله، سواء ماسك حنه او ماسك صدر. فانا هخلط البيضه كامله بالشكل ده، دي بيضه كامله. يا سلام بقى لو كانت بيضه بلدي، تبقى عملتي يعني ايه اهو. تمام، هخلط البيضه كويس وهضيفها على ماسك الصدر. بصوا الجمال، بصوا الماسك الروعه اللي هيتقل لكم شعركم وهيوقف التساقط وهيملى الفراغات. بصوا الماسك، خلصنا بالشكل ده. تمام، لو انا عايزه كمان ازود الفعاليه بتاعته، اقدر اضيف له معلقه من زيت الارجان. تقدري تضيفي الزيوت اللي انت عايزاها بالشكل ده بقى، في القوام الممتاز ده اقدر ان انا اطبقه على شعري بكل سهوله. اقدر اضيف كبسوله فيتامين اي، تقدري تضيفي لو شعرك جاف الزيوت اللي انت عاوزاها، بس انا شخصيا بحب اضيفه من غير زيوت علشان يمتص كويس من بصيلات الشعر. خلصنا ماسك الصدر، ماسك الصدر ما بيتخمرش زي ماسك الحنه، ماسك الحنه بس هو اللي بنسيبه يتخمر. نقدر نطبق ماسك الصدر على طول دلوقتي على شعرنا بكل سهوله زي ما انتم شايفين. هتوزعي الماسك على شعرك من الجذور للاطراف، وبعد كده هتلفي شعرك ببونيه بلاستيك او بالبلاستيك ستريتش الغذائي، وتسيبيه على شعرك من ساعتين، وفي بنات بيسيبوه ليله كامله. من ساعتين وفي بنات بيسيبوه ليله كامله. ما تقلقوش ابدا من الصدر، وما يعني في ناس على فكره يعني يفضل يقول لكم لا ما تسيبوهوش ليله كامله، بينشف الشعر. بمجرد ما غسلتي الصدر من على شعرك، بمجرد ما غسلتي الصدر من على شعرك هتسرحي شعرك وهترطبيه باي نوع زيوت بيناسب شعرك. انا شخصيا بفضل ان انا ارطب شعري بعد ماسك الصدر بزيت الارجان، لانه بيغلف الشعرايه وبيغلف عمود الشعرايه وبيغذيها جدا، وبيخليها تبقى كده ايه مترطبه وطريه. تغسليه بعديها بميه فاتره والشامبو العشبي اللي احنا عاملينه على القناه، او الصابون زيت الزيتون. وقفوا شويه الشامبوهات، حاولوا توقفوا شويه الشامبوهات، وانتم ان شاء الله تشوفوا نتيجه ممتازه. هتكرريه مرتين بس في الاسبوع، مرتين في الاسبوع. تمام، واستمري شهور وشوفي النتيجه عامله ازاي. شوفي النتيجه بتاعته من اول شهر، من اول شهر هيبتدي التساقط يتوقف. الشهر اللي بعده هتبتدي الفراغات تملي بالشعر، الشهر اللي بعده هتلاقي شعرك كثيف جدا وتقيل جدا ومفيش تساقط خالص، وبالتالي شعرك كمان هيطول. بس انا ما برضاش اقول ان هو مخصوص لتطويل الشعر، لان هو نتيجته اللي بتلاحظيها في الاول هي نتيجه ايقاف تساقط وتكثيف. تمام؟ في حاجات تانية للتطويل نتيجته ايقاف، علشان كده انا بعمل معاه المحلول ده، لان المحلول ده على فكره محلول تطويل للشعر. ومثبت نتائجه مثبته ان هو تطويل، عشان كده انا بحب ان انا اعجن الصدر التكثيف والمحلول ده للتطويل، فبيديني نتيجه احسن.